الناس بتفكر مسألة سهلة، احنا رايحين نتسلى، هي مسألة ما لها هيك ابدا، هي مسألة حياة فيها تعب، في مصادرة على كتلة اعصاب، مرات شخصية بتخليني ما انام وببقى مضطرب ومرتبك لاوصل لمفاتيح لهذه الشخصية، لا اقدر بلحظة من اللحظات اني احاول جسدها. ابي خاف من الموت الا الجبان، يمكن بتعرف حالك انت جبان. أنا ابن بيئة بعيدة جدا عن موضوع الثقافة والفنون، الله يرحمه. أبي كان يشتغل بالميكانيك تبع السيارات، بالنسبة لي أب عنده 10 أولاد مثل أبي، كان أنه بدي أمنهم، فما في مهنة مستقرة تجيب مصاري إلا الشيء اللي ممكن هو مجربه بحياته. قضيت 3 سنين متهم بالذكاء على الفاضي، ما فهمت منه شيء، لهلا ما بعرف أي براغي ممكن تزيد معي إذا فكيت أي قطعة. هالأعمال المشتركة تفتقر للحاضنة، الحاضنة يعني البيئة المشتركة، كل مجتمع فيه خصائص حواضن بيئية خاصة، إذا موجودة الحكاية في دبي أو في جدة أو في دمشق، في حواضن مختلفة، فأنت بتشوفي جاذبية هذه الحواضن بالشخصيات التي تقدم من هذه الحواضن من بيئاتها، لكن أنت كيف بدك تجمعي حكاية مشتركة لحواضن مختلفة البيئات؟ أعمال منصات أرحب فيها جدا وأشجع عليها جدا للآخر، لسبب بسيط، هو أول سبب هو الرقابة، هروب حقيقي من كل الرقابات والتابوهات والمحرمات. ضلوا بخير، أنتوا زارت الخليج والخليج كله.